لو ربطت لو انا الكبير قلت مثلا الكيو الكليه بيساوي ممكن اقول ايه؟ ده الجذر اتش ايه ناقص اتش بي على جذر ار واحد، يعني ده جذر كده على جذر ار واحد، وده ممكن اقول على جذر كام؟ لو خدت اللي في الفصل ده عامل مشترك يبقى انا عندي جذر اتش ايه ناقص اتش بي لو خدته عامل مشترك يبقى انا عندي واحد على جذر ار واحد زائد. طب لو عندي اكثر من طيب نسيب بقى ايه؟ اه 3 4 4 5 على حسب عدد الخطوط ممكن تلاقي الكلام في نص سنه كمان تجيب 3 تمام؟ يبقى انا عندي ده اللي سواء. طب انا عاوز دلوقتي اجيب اتش ايه على اتش بي ارفع الطرفين صح؟ يبقى اتش ايه ناقص اتش بي تبقى كيو كام؟ والتلت ده يبقى ايه؟ ومن هنا تقدر تقول ان الاتش ايه ناقص الاتش بي بيساوي الكيو تربيع مقسوم على 1 على جذر ار 1 زائد 1 الكل. ايه اللي بتقول بقى في المساله؟ اديني البايب واحد والبايب اثنين. معايا الخصائص بتاعت كل بايب. ال والدي والفريكشن فاكتور واجيب منهم مين؟ لما يبقى معايا ال والدي والاف هطلع الار، يبقى انا طلعت ار واحد ومن معلومات البايب الثانيه طلعت مين؟ وانا معلومه عندي مين؟ لما تاخد ار اثنين لما طلعت من الداتا بتاع المساله والار واحد ومعاك الكيو جبت مين؟ اخد الاتش ايه ناقص اتش ايه وانت معاك الار 2 تجيب تاخدها وانت معاك الار 1 تجيب تخلص المساله بس اللي تعتبر العقل. يبقى المساله البلد بيكون مديني الكيو الكليه ويقول لي انا عندي جزئتها في 5 بايب 6 بايب 3 بايب على حسب يقول لي خصائص كل بايب ايه تقدر تقول الفلوريت اتجزأ ازاي هنا راح كام هنا راح كام هنا راح كام هتلاقي ان الفلوريت بيعتمد على الريزستنس بتاع كل واحده بس داخل فيه فرق الليد ما بين البدايه والنهايه فلو قدرت توصل كده كده عندك ريزستنس معلومه في كل حاله لو قدرت توصل لفرق الليد من البدايه للنهايه هتعوض في القانون بجيب فرق الليد من البدايه للنهايه بان انا اجمع الاثنين دول لبعض واصلا كيو واحد زي كيو اثنين من ترم كامل اسمه كيو انا عارفه وبالتالي اصبح اتش ايه ناقص اتش بي ده اللي كانت داله في كيو واحد وكيو اثنين اصبحت داله في مين؟ في الكيو الكليه اللي معلومه مع الريزستنس اللي لازم تكون معلومه بجيبها في القانون سهله هطلع الترم ده ارجع اعوض اجيب كيو واحد وكيو كامل. ناخد مسألة عن برن يقول لك المسألة find the distribution and the charge. عايز الديستريبيوشن بتاع الشارج يعني عايز الديستريبيوشن بتاع الكيو يعني عاوز كيو واحد في كل كيو في كل برانش على حسب عدد البرانش اللي عندي اجيب كيو واحد كيو اثنين كيو ثلاثه for the parallel piping shown in the figure. في مسألة في البايب اثنين في مسألة بثلاثة بايب، هل لكم اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة من كبير. Find the flow distribution. Find the flow distribution in the three parallel lines. Short system. بايب سيستم شورت انسر فيجر مديني الفيجر ده الرسمه دي وقال لك الكيو ان واتوزعت على خط 1 2 3 وجمعت في الاخر دخل عند نقطه بي ايه واتفرقت وجمعت عند نقطه بي وبالتالي انا عندي ايه؟ يبقى دي 3 ودي 2 يبقى عندي ده كله معروف عندي ايه؟ 3 و 3 ايه اللي عندي بقى؟ قال لي الكيو اللي عندي 2500 لتر بالمنت قال لي الكيو بيساوي 2500 لتر بالمنت انا لما بشتغل شغال في الصايون شغال متر مكعب بالسكن وبالتالي اللتر عشان تحوله وتصدق لمتر مكعب 10 اس 3 والمنت في الموضوع عشان تحولها لثانيه يبقى هتضرب ب 10 اس 3 على 60 وتحول متر مكعب بالسكن هو عاوز ايه بقى؟ عاوز الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 الديستريبيوشن بتاع الفلويد مديني ايه في المساله؟ مديني ايه اللي 1 وايه اللي 2 وايه اللي 3 ودي 1 2 ودي 3 والفريكشن عند 1 والفريكشن عند 2 والفريكشن عند 3 والكي عند 1 والكي 2 عند الكي عند 3 اول خطوه اعملها واحسن خطوه احسب الريزستنس الريزستنس هنا هتساوي ايه بقى؟ 1 على ال 2 الجي في الاي تربيع افتح كوز اف ال على الدي زائد الكي لان كله عند الكي هتحسب الترم ده عند نقطه 1 و2 و3 يبقى انت جبت ار 1 وار 2 وار 3 نكتب القانون ده الكي 1 الاتش اي ناقص الكي على ار 1 نكتبه للاثنين اتش ايه ناقص بي على 2 نكتبه كمان لمين؟ لثلاثة اتش ايه ناقص اتش بي على كيو ثلاثة بعد كده كل بقى كيو واحد زائد كيو اثنين زائد يساوي
الكيو، يبقى في الاخر توصل خالص هتلاقي هنا عندي ايه؟ واحد. يبقى هتلاقي نفس القانون بيربط ما بين المدخل ايه والمخرج بيه والنيوتن البيع اللي عندي على واحد على ارض تربيع اسد. ارض واحد اسد، واحد على جسر ارض 2 زائد واحد على جسر ارض 3. تطلع من هنا اتش اي على اتش بي، اتش اي ناقص اتش بي اعوض ليها اطلع كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. دي بالنسبه لمساله البرد. البرانش بايب ايه هو بقى البرانش؟ يبقى انا طالع من بتاعي كده بايب واروح متفرع لاثنين بايب تانيين او ثلاثه بايب او اربعه بايب على كده. ده مطلوب وده مطلوب. هبقى اشوف هو بدلك ايه؟
ده اللي في اتش دي واتش دي واتش دي واتش دي. لازم يكون عندي الاربعه دي لان الاراضي اللي عندي دي مشكلتها. تعويض مباشر، انا عندي الخصائص اعوض في الدومين الار، جبت ار 1 ار 2 ار 3. مشكلتي في اتش دي هتلاقي في المساله بيدي لك التانك اللي هو الاساس الاولاني ده بيدي لك الاتش بتاعه جبن. والاخير ده جبن وده جبن مش بيدي لي الجنكشن. يبقى اتش ايه معلومه واتش بي معلومه واتش سي معلومه. لو انا قدرت احسب الاتش دي هتعوض هو الاتش دي والسي معلومه اطلع كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 بس. انا ما عنديش الاتش دي معلومه ومش هداني في المساله بتاع الجنكشن. هشوف الاتش بتاعتي اللي هو مديها لي ايه وبي سي هتلاقي 10 5 7. افرض الاتش دي برقم يبقى هنشتغل ترايل اند ايرور. هو يقول لك اشتغل او انت اللي هتشتغل ترايل اند ايرور محاوله خطا اللي هي الاتش دي. بص يا باشمهندس امتى يكون بشكل دلوقتي بنقول ان ده دخل في دور كيو 1 وبناء على الريزستنس ده بياخد كيو معينه وده كيو معينه يبقى كميه الكيو تعتمد على الريزستنس صح؟ وهنا في كميه الطاقه عند ايه وعند بي وعند سي بتختلف طبقا للريزستنس اللي حصل لان احنا لو كانت مفيش ريزستنس هنا كانت الكيو هنا بتساوي دي زائد دي مباشره ما كانتش هنا بتساوي دي زائد دي لكن بيحصل عندي نص في الطريق مش كل ده لو بعضه يعني انا لما يبقى عندي كويا من الريزستنس دي مظبوطه والكيو ده معلوم وده معلوم اطلع ده مظبوط فانا الاثنين من بعض معاهم مجموعه معاهم لص يبقى اللص اللي عندي ما عادتش اللي داخل ما عادتش اللي خارج كلها معادله بتعوض في بعضها لو الارقام كلها محسوبه صحيحه هتلاقي ان الترم ده زي الترم ده بيساوي الترم ده زي الترم ده وبالتالي لو انا فرضي الاتش دي صحيح من اول مره فرضت الاتش دي بالظبط طلعت صحيح لما تفرض الاتش دي صحيح مش هتطلع هنا في ثلاثه وهتحطها هنا تطلع في اثنين وتحطها هنا تطلع مين؟ كيو 1. لما يكون الفرض بتاعك صحيح مش المفترض تحقق كل الدراسه بتاع المعدات بتاع المعدل يبقى لما يكون الفرض ده صحيح مش الشرط بتاع كيو 1 يساوي 2 زائد 3 لازم تحقق معاك والا يكون حاجه غلط يبقى لما يطلع الكيو 3 المظبوط الاتش 2 مظبوطه المفروض صح هيطلع لك قيمه لكيو 1 وكيو 2 وكيو 3 لو رحت تشوف الكيو 1 ولقيتها بعد ما فرضت الفرض وحليت لقيتها بتساوي مجموع كيو 2 زائد كيو 3 يبقى فرضك صح بس انا مش هشتغل ان كيو 1 بيساوي كيو 2 ناقص كيو 3 انا هشتغل كيو 1 ناقص 2 ناقص 3 بيساوي صفر يبقى اول حاجه هتعمل ايه؟ هتعمل كيو 2 ليه اقول لك هنعملها بصفر؟ عشان تعرف تعمل طريقه الحل دي هفرض الاتش دي ب 12 لما تفرض الاتش دي ب 12 مش هتطلع مش الاتش دي والكيو سي معلومه تروح تعوض تطلع كيو كام؟ وتطلع وتطلع كيو 3 كده كده عندك الار تروح عامل ايه بقى؟ كيو 1 ناقص كيو 2 ناقص كيو 3 بص كده يا باشمهندس ركز معايا المفترض الاتش دي الصح تديني كيو 1 ناقص 2 ناقص 3 كام؟ بصفر انت هتفرض فرض وهتروح تحسب كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وجبت الفرق ما بينهم طلع سالب علامه 0 0 3 وعلامه 0 1 ده الحل ده مظبوط؟ ما طلعش صفر رحت جبت فرضت 10 طلع كيو 1 كيو 2 كيو 3 طلع سالب علامه 0 0 5 هو ده الحل بتاعي افرض كمان كيو افرض كمان اتش دي وليكن ب 9 طلع رقم الكيو 1 رقم الكيو 2 رقم الكيو 3 طلع ده موجب علامه 0 2 هو المفترض تقدر انت لو كملت يبقى انت غلطان ليه؟ لان المفترض الحل الصح ان تديني صفر يبقى انا دلوقتي ممكن انا افرض قيمه الاتش اللي عندي تبقى مثلا كام بالظبط؟ تبقى 9 ونص تمام؟ انا لو فرضت اعلى منها لو فرضت اعلى منها يديني مثلا في المعادلات ان الرقم ده بالسالب طب لو فرضت اعلى من الحل المظبوط يديني رقم بالموجب يبقى كده الحل اللي عندي الصح اللي هو الصفر ما بين تغير الاشاره اول ما يحصل معاك تغير في الاشاره اعرف يعني مهما كملت هيطلع ده كله موجب عمرك هتوصل للصفر يبقى الصفر اللي عندك الحل المظبوط زي خط الاعداد هو الصفر لو انت ماشي هنا بالسالب امتى بيظهر؟ لما تقلب الارقام ايه؟ يبقى الصفر لو انت وصلت لهم لو كملت هنا عمرك هتخلي للصفر يبقى ده يجمع معاك احنا ممكن يبقى كيو 1 كيو 2 تساوي 3 مع بعض كيو 4 انا لو عندي كده هتقدر اتش اس هتقعد تفرق بقى الاتش دي انا ما بقولش الاتش دي بس هيطلع فيها اتش دي بس سواء كيو 1 يعمل 3 مع 3 صح مش كيو 2 يبقى كيو 1 هتقول لا كيو 1 زائد كيو 2 تساوي 3 مع بعض خد من ايه الاتش دي مش هتعرف لا ازاي بقى عندك مش هتخلي المعادله صعب مش هينفع لا كده غصب عنه تبيع ده مع بعض يعني انا بتكلم في كده انا بص كلامك مظبوط انا معاك مش كلام صح كلامك مظبوط ما انا غلط صح بس هو فعلا انت لو عملت
شغال هتطلع معاك معادله فعلا اس 4 مش هتعرف تحلها. انا هدي لك طريقه الكراي السهله. بص بقى معايا، يبقى احنا دلوقتي انا بفرض رقم انا ما اعرفوش، المفترض اوصل لو ايه ده؟ ما انا بقول لك اهو، انا قلت لك ان هتبص للارقام بتاع المساله لقيت ان الاتش دي ب 10 ودي ب 5 ودي 7، ابدا انا اخرج من 11. بص انا اعمل، انا لو بحب وانا بحب الامتحان هفرض 11 وافرض 7 او 11 و9، ابعد شويه مش 11 و11 ونص و12، لا 11 وانزل ل 9. لو الاشاره عملت معايا موجب يبقى انا اكيد ما بين الاثنين. طب لو فضلت سالب اروح فرض بعدها ايه؟ 7. لو قلبت الاشاره يبقى انا اكيد ما بين كام وكام؟ لكن ما مشيش بقى نص ونص تلاقي نفسك سالب سالب. انا عاوز اقلب من موجب لسالب على طول لان ما فيش وقت في الامتحان. هي هتطلع ما بينهم، تطلع ما بينهم. افرض من بعد افرض من ابص انا ممكن اعمل ايه عشان تسيبها؟ افضل حاجه ان انا ممكن افرضها بتساوي ايه؟ يعني من اول ايه بس اتش ب 10 هبدا الفرض بتاعي من 10. هو كل اللي هتعمله محاولتين او ثلاثه، افهم بس الفكره وافرض اللي هتفرضه في الامتحان. هو لازم تبقى اكبر من اتش بي واتش سي. اتش دي لازم تبقى اكبر علشان هتبقى اكبر. مش هتفرق معايا مين اللي تبقى فرضه اكمل بس عشان ده اهم حته. يبقى انا عامل صلاه الصبر للفرد الصح، المفترض الفرد الصح يديني فرق الكيو بصفر، ففرق الكيو بصفر لو انت ماشي سالب ولقيت مره واحده الاشاره على الموجب طار، يبقى اكيد انت لو فرد كيو ب 10 طلع معاك ده بالسالب وجيت اشتغلت بالتسعه طلع معاك ده بالموجب، يبقى اكيد الاتش بتاعتك بالصح ما بين الاثنين اللي المفترض يدي لك حل صح كامل بصفر. يبقى تقولي بقى انا لما كانت الاتش دي ب 10 كان فرق الكيوهات كام؟ الرقم ده. لما كانت الاتش دي عندي ب 9 كان الفرق بالرقم ده. انا عاوز الاتش دي اللي انا بدور عليها اللي تخليه الفرق كام؟ بصفر. هعمل حاجه اسمها الانتربوليشن. ايه هو بقى الانتربوليشن؟ هحط هنا في النص ما بين 9 و10 اتش دي بتاعتي واقول ايه بقى؟ الاول ناقص الثاني على الاول ناقص الثالث بيساوي الاول ناقص الثاني على الاول ناقص الثالث. ازاي؟ هقول 10 ناقص اتش دي على 10 ناقص كام؟ 9 1 ناقص 2 على رقم 3. اللي عملته الناحيه دي اعمله الناحيه الثانيه بنفس الترتيب. الرقم ده بشرط سالب 5 من 1000 ناقص 0 على سالب 5 من 1000 ناقص 2 من 100. طرفين في وسطين طلعت اتش دي المظبوط. يبقى بفرق بطلع فرق الكيوهات الكيو 1 2 3 واجيب الفرق ما بينهم لحد ما يحصل تغير في الاشاره من موجب لسالب او من سالب لموجب. اخد التغير ده اللي قبل مني واللي بعد مني واحطه ما بينهم صفر واخد الحته بتاعت اتش دي كام واتش دي كام. انتربوليشن بتطلع الاتش دي بتاعتك هتطلع بالظبط زي ما هي مشهوره. ايه ده؟ اي مكان اه من الاسم انتربوليشن. طب بص كل ما انا ممكن افرض بص يا شخصي ممكن افرض انا بقول لك ده الحل الصح يعني اللي هو بقى لو انا بحل وعايز الرقم في بحث او حاجه معينه ممكن افرض ب 12 اديني سالب واروح افرض ب 5 هيديني موجب. اعمل بقى انتربريشن ب 12 ب 5 بس ده بعيد. لو الرقم بتاعي مثلا ايه 9 هيبقى بعيد ما بين 5 ل 12. لكن انت لو فرضت 10 او 8 هيبقى برضه سالب وموجب هتبقى ما بين كل ما بتقرب مش هتختلف كتير. بس احنا بنقول الفكره في الامتحان اول ما توصل انا دلوقتي انت ده فرض 12 و10 قلبت معاك اشاره، انت فرضت 13 و9 برضه هتقلب معاك الاشاره، 12 و10 ده سالب موجب، 13 برضه سالب و9 برضه ايه؟ كل ما تنزل لتحت الموجب بتطلع لك سالب، فانت هتفرض الفكره واحده. يعني ممكن تعمل انتربوليشن هو يطلع رقم 20، انت طلعت 19، 19 ونص، المهم في تفكيرك في المدرسه. لازم لازم يكون رقم موجب برضه سالب ولا ينفع في موجبين؟ لا ما ينفعش في موجبين سالبين انت. او انا دلوقتي بقول لك ايه؟ بص يا باشمهندس بص هقولها لك بطريقه كويسه ان شاء الله. بص لك على مثال تاني. انا ساعات لما باجي احل مساله بيبقى عندي مثلا الطرف هنا معلوم بيساوي 70. ركز معايا بيساوي ركز يا 50 مثلا الطرف ده كده ده اللي في اتش دي. سيبك بقى من السالب والموجب والصفر ده. لو انا دلوقتي عندي داله في اتش دي والطرف ده بيساوي 70 بس انا ما اعرفش قيمه الاتش دي تعمل ايه؟ اروح فارق قيمه الاتش دي نفس الطريقه انا بقولها بس بتعامل فيها اقول شهر موجب وسالب. ركز معايا المفترض لما تعوض ب اتش دي في رقم زائد رقم زائد رقم زائد رقم زائد شويه في الروايه الثانيه. لو انا فرضت اتش دي ب 15
مش المفترض لما تعوض تعوض 15 لو الفرد بتاعك صح يطلع الطرف كله كام؟ 70. يبقى انا المفترض السوليوشن الصح اللي عندي يبقى 70. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو اسمه الليفت هاند سايد اللي على الشمال. انا عاوز اعرف بقى لما عملت الاتش دي ب 15 الرايت هاند سايد طلع بكام؟ لو اول فرد معاك 15 وجيت عوضته بصيت على الرايت هاند سايد ده طلع ب 70 يبقى الفرد بتاعك ده ايه؟ مظبوط. لكن انا دلوقتي ما طلعش 70 طلع بكام؟ ب 60. اروح اعمل ايه بقى؟ بقول الرايت هاند سايد ناقص الليفت هاند سايد على الرايت هاند سايد. طب خلينا ده مثلا مشكله بقى. بص كده لما تطرح 60 ناقص 70 يبقى كام؟ سالب 10. انا المفترض الحل الصح يبقى الفرق الاثنين بكام؟ بصفر. طيب جيت عملت هنا عوضت مثلا حطيت الفرق ب 16 طلع ده ب 65 يبقى الفرق كام؟ سالب ايه؟ سالب 5. هل ده مظبوط؟ رحت الفرق دي ب 18 طلع هنا بكام؟ 77 يبقى الفرق كام؟ 7. شوف الاشاره لما كانت سالب وقلبت موجب مش ده 65 وده كام؟ 77. لو كملت بعد كده هيطلع معاك 78 و79 و80 و90. لكن الحل الصح بتاع المفترض فين؟ ما بين الاثنين دول، ما بين ما الاشاره قلبت ولا لا. يبقى لو كملت هيكمل معاك بالموجب، لكن اول ما الاشاره قلبت تقول بقى انا عندي اتش دي كام؟ اللي تخليني الفرق ما بين دول كام؟ 0. فاهم؟ تعمل انت مش جاي نفس الفكره. يبقى اول ما الاشاره تقلب معاك اعرف انك انت بعدت عن الحل الايه؟ المظبوط، لان المفترض الفرق يبقى صفر. ممكن تفرض فرق يعني واحد يفرض ايه بالتسعه وهو طالع هيلاقي نفسه بادئ بموجب ويقلب ايه؟ سافر. انا بدات بالكبير ولا الصغير؟ خد بالك من حاجه وانت بتحط تحت الجسم انا ممكن اكون فرض الاتش دي برقم افرض دايما الاتش دي برقم ما بين الاتش ايه والاتش بي عشان ما يظهرش معاك عشان اصير تحت الجسم. يعني انا دلوقتي لو 12 ابدا بفرض كام؟ 11. ليه؟ لانك بتطرح ده من ده يبقى عندك 12 ناقص 11 وبعد كده 12 ناقص 4 ده اكيد اقل منك يبقى ده اللي مش هتحت الجهاز الايه؟ موجب. في حد عارف اي مشكله في الكوال؟ عايز اقول لك حاجه لو الجهاز سمعني انا غلط. ليه؟ مثلا دي برضه غلط؟ هو ازاي برضه غلط؟ ما هو في اتجاه واحد. في برضه ممكن مثلا يجيب لي نقطه او ما هي اصلا حتى الواقع عند الباب عشان تديني انت عشان النقط من بره مخبط انا مش فاهم بس لو في ولا عم حكه كده يعني هيبقى الهيد ده ناقص الهيد ده ما اعرفش الفرد الاولاني ايه الفرد الاولاني لو مشيت في الاولاني اصغر الفرد غلط هو مدي لك اتجاه كيلو واحد تيجي اتجاه كيلو اتش دي بي ناقص اتش دي في كام وبالتالي لما كنت بتعمل الكريشن هتلاقي ان الاتش دي اقل من دي الاتش دي اعلى من دي لكن هنا دي هتبقى اعلى من دي بتاعت الموتور. طيب في مشكله في البايبنج دي منخفض وعايز اوصل الميه اللي فيه فوق من غير البمب طبعا كنت بجيب الفوق ده عشان ابقى شغال كان هنا عندي اتش دي صح؟ وهنا عندي اتش بي وعندي هنا كيو كيسو معايا الكلام ده كله معايا اتش دي معايا اتش دي وفي الكيو اللي ماشي هنا والبامب دي بتدي الفرول عند البايب فالبايب دي ليها رام وليها قلب وليها فريكشن وليها ريزيستنس لما ما كانش عند البامب هي البامب دي بتعمل ايه في الفلو؟ بترفعها يعني بتدي له طاقه ما بتديلوش طاقه بتدي طاقه للفلو بعمل بامبنج للفلو يعني بديله طاقه يعني اصلا الفلو كان عنده كميه طاقه عند ايه؟ صح؟ اللي انا بمثلها بتدي عند ايه؟ والبامب نفسها بتدي له كمان كميه ايه؟ يبقى كميه الطاقه اللي كامله في الفلو زائد كميه الطاقه اللي البامب بيديها تروح فين؟ عند مين؟ بس زائد مين؟ يعني ده لو كان في 10 والبامب راح مديلك كمان طاقه كام؟ 5 يبقى انا عندي ده كله كام؟ 15. تيجي تبص هل دي هتلاقيها 15؟ هتلاقيها اقل من 15 ازاي راح فين؟ يبقى بالتالي انا عندي البامب بتديني هيلث يعني بتديني طاقه بس انا الطاقه اللي عندي عباره عن بي زائد جي زد بي على رو زائد زد وشلنا بي على رو زد قلنا عباره عن ايه؟ هيد فبرضه البامب بتديني كميه ضغط بتديني ارتفاع معين مجموع الاثنين بتديني حاجه اسمها البامب هيد وبالتالي لو عايز اعمل بالانس هنا وفي بامب بقى انا قبل كده كانت بايب من غير بامب هقول ايه؟ اتش ايه؟ زائد
الاتش بتاع البامب الهيد بتاع البامب ده المفترض يساوي بقى يساوي الاتش اللي عندي دي مجموعة ايه؟ اللوس اللي هي الار في الكيو كام؟ هي مسألة عادية شفنا أول مسألة حللناها أو أي مسألة كلها سيلز يبقى عندي تانك الأولاني والتانك التاني عندي اتش ايه واتش بي كنت بقول اتش ايه ناقص بجيب اتش بي ناحية يساوي الار كيو سكوير كان بيطلب مني مين؟ ركزوا بقى في الكلام عشان هتعرفوا تحل المسألة ازاي كان بيطلب مني الكيو فكان الكيو عندي ده اللي اتش ايه ناقص اتش بي والريزستنس عندي معلوم هو كان بيديني في المسألة اتش ايه وديني في المسألة اتش بي والريزستنس بجيبها بالذات تطلع الكيو انا دلوقتي في المسألة دي لما يدخل لي بامب في السيستم انا بدور على الكيو والريزستنس بجيبها بالداتا دي والاتش ايه والاتش بي عندي مشكلتي في مين؟ اصبحت المعادلة في ايه؟ في مجهول عندك احتمالين للمسألة عشان تطلع الكيو أول احتمال إنك تفرض الـ HB الهيد بتاع البامب برقم وتطلع منه قيمة الكيو بس السؤال دلوقتي هو أنا لما أفرض الـ HB بـ 10 وتطلع الكيو بـ 50 هو مين اللي قال الكيو صح؟ مين اللي هيشيكني؟ يبقى أنا عندي في حاجة اسمها البامب كيرف أو الكاركترستيك كيرف للبامب البامب دي لما بتيجي معاك الكاتالوج بتاعها اللي هو الكيرف بتاعها والله أنت عاوز الاتش بتاع البامب لما تعمل لك الهيد كذا يبقى تتشارج المقابل ليك كذا وبالتالي في المساله لما يكون عايزك تحل بالخريطه بتاع البامب هيخليك تعمل ايتريشن بمعنى انا دلوقتي عند الكاركترستيك كيرف بتاع البامب يقول لي ايه بقى؟ لما يبقى عندي الكيو هنا والهيد كده هتلاقي شكل الكيرف بتاعك عامل كده هتعمل ايه في الحاله؟ هيدي لك الكاركترستيك كيرف للبامب بس خد بالك ممكن يلاقي اكتر من شكل كده يعني ايه اكتر من شكل؟ اكتر من نوع بامب فعلى حسب القنبله هيدي لك السنترفيوجر بامب بس السنترفيوجر بامب دي على كل واحده لها حاجه اسمها بالنسبه للقنبله بتاعها له رقم وهو في المساله هيقول لك اشتغل على 240 ملم قنبله او سنترفيوجر بامب لما تروح للكيرف هتلاقي 240 و250 اكتر من كيرف انا اشتغل على الكيرف اللي مكتوب عليه كام؟ 240 فمش هتشتغل على الكيرفات كلها هتعمل ايه؟ هفرض قيمه للكيو هنا واطلع منها اتش بي واخد الكيو يبقى طلعت من الكيو اطلع اتش بي من مين؟ من المعادله الهيد بتاع الفرن بعد كده اخد الكيو اللي عندي دي اخد الكيو اللي عندي دي اخد الكيو اللي انا فرضتها واروح بيها الكاركترستيك كيرف او رسم انا البرفورمانس كيرف بتاع البامب واشوف قيمه الكيو اللي فرضتها بس خد بالك الفروض اللي عندي الكيو اللي عندي هنا مثلا من متر مكعب براور في الساعه هتفرض انت او لتر براور على حسب الوحده اللي عندك هتفرض اي كيو طبقا للارقام اللي موجوده فين؟ في الكيرف فالارقام عندك 100 200 250 افرض مثلا 150 متر مكعب براور بس لما تيجي تعوض في المعادله دي ما تعوضش متر مكعب براور تعوض متر مكعب بالسكن تحولها الاول وتطلع منها الاتش بي اخد الكيو اللي هي 150 متر مكعب براور انا فرضتها واطلع بيها كده لحد ما اقطع الكيرف بتاع البامب اللي عندي وامشي يطلع مين؟ ال اتش بي لو ال اتش بي يبقى هطلع اتش بي من الكير لو ال اتش بي تساوي ال اتش بي من الكالكوليشن يبقى الفرض بتاعي مظبوط ولا لا؟ مظبوط طب فرضا ما تساويتش ال اتش بي بتاعتي اعمل ايه؟ اغير كيو واقوم حاسب هتغير الكيو تحسب ايه؟ اتش بي من المعادله دي بعد كده تاخد الكيو اللي عندك التاني تدخل بيها الكير تحسب اتش بي لو اتش بي يساوي اتش بي بطل الفرض بتاعك ايه؟ مظبوط هتقعد تقول لي طب انا هفرض بناء على ايه؟ انت بقى الارقام اللي هتاخدها في المساله يعني انا فرضت مره طلع الاتش بي ب 15 ورحت اطلعه من الرسمه طلع اقل منه بعدت عنه خالص رحت فرض كيو مختلف فطلع الاتش بي اللي عندي مثلا ب 16 والتاني بدا يتقرب لقيت ان انا بقرب الاثنين من بعض تزود لكن لو لقيت الاثنين بيبعدوا فهمتوني؟ يعني انا بدات مثلا الكيو فرضتها ب 100 طلع ان الفرق ما بين الاثنين 1 15 1 10 رحت فرض 150 طلع 1 13 1 كام؟ 12 بدل اقربه ولا لا؟ افرض 170 لقيت الفرق قل الفرق قل يبقى انت بتقرب من حل المسؤول وبالتالي المساله دي هتتحل في رايك اندرو برضه هتبدا تفرض اي كيو لحد ما تلاقي ال اتش بيساوي ال اتش طيب هل البامب دي يدخلها سيريز بس؟ لا ممكن يدخلها ايه؟ بارل تيجي ناخد مساله فيها البامب ان بارل وان سيريز وبرانش تعال ناخد مساله على Thank you.
اول فكره، لسه في فكره ثانيه ممكن يخليني احل المساله بدون ما يديني الكاركترستيك كيرف او البرفورمانس كيرف. ازاي يطلع قيمه الكيو المظبوطه وهو في المساله مش مدي لك الهيد بتاع البامب؟ انا لما جيت حطيت المعادله ما كنت بحل من غير بامب، كان بالنسبه لي الترم ده معلوم وده المعلومه طلعت هو شرط، ظهرت الترم في المعادله على طول. لو هو بقى جه في المساله وربط لك الاتش بي كفانكشن في الكيو، بمعنى قال لك ان بيساوي رقم زائد رقم في الكيو زائد رقم في الكيو تربيع. طب انت لو شلت الاتش بي دي وحطيت مكانه الداله اللي ادالك في المساله اصبحت المعادله كلها داله في مين؟ داله في الكيو على اساس ان الاتش بي والاتش بي معلومه وطبعا انا بحسبها، يبقى اصبحت كلها داله في الكيو. هل انت محتاج انتجريشن؟ هتعوض تعويض مباشر، يبقى بلجا للبرفورمانس كيرف. ايه ده؟ هتتحل، هيطلع عندك كيو تربيع زائد رقم في الكيو زائد سالب بيساوي صفر، حلها بسالب بي موجب وسالب الجذر التربيعي بي تربيع سالب 4 اي سي على 2 اي. يعني عندي تانكين ان اسنجل بايب
with a value of R بيساوي 85. بيقول ان انا شغال ما بين التنس وبار وسنجل بايب الار بتاعتها 85. يعني هو ريح لي الكيوب من ايه؟ حساب الار. فور ذا بامب كاركترستيك كيرف يوز الاتش بي. بيقول لي استخدم الاتش بي ب 22.9 يعني دي الاتش بي ب 22.9 زائد 10.7 كيوب ناقص 111 كيلو تربيع. دي معادلة الاتش بي الهيد بتاع البامب تدلك مين؟ في الكيوب. كومبيت ذات شارج بيقول لي احسب الكيوب اند بامب هيد الاتش بي 4. بيقول لي بقى لو انا دلوقتي بتكلم البامب هيد بتودي من التانك ده للتانك ده هتديني البي ومديني الار بتاع الباي لاين ده وعندي هنا البامب اكيد ده الهيد بتاع البامب. بيقول لي اول حاجه اللي بتكلم لو الاتش بي ناقص الاتش اي يساوي 15 ويز 1 بامب ويز 1 بامب. تعالى بقى نحل المساله كده. هو لما يطلب مني الكيوب ده معناه ايه؟ عاوز الكيوب كليه اللي خارجه من السيستم ده ورايح للسيستم ده. السيستم ده بيخرج كيوب كليه كام؟ كيوب. هيمر في البامب دي ايه؟ شيء بامب واحده يطلع هنا ايه؟ هو بيدور على الكيوب. وبالتالي اول حاجه قال لو فرق الهيد كذا و1 بامب يبقى دي مساله. تعمل ايه؟ اعمل اتزان يبقى اتش ايه؟ زائد اتش بامب يساوي اتش بس اللي عندنا الاول اللي هي عباره عن الار كيو تربيع يعني ماشي فيها كيو زائد زائد اتش بي. طب ما انت دلوقتي عندك اتش ايه؟ الاتش بي ناقص اتش ايه يعني ممكن ده يكون احيانا السالب صح؟ يبقى الدب ده معلومه ولا لا؟ والار معلومه عندي ولا لا؟ الهيد بتاع البامب ده ادوني كده لك مين؟ يبقى اشيل ده كده اخده زي ما هو واحطه هنا كده رقم زائد رقم في الكيو زائد رقم في مين؟ في الكيو تربيع. اصبحت المعادله كلها ده لك مين؟ هتلاقي كيو تربيع زائد الكيو زائد رقم بيساوي صفر. عندك هتساوي الرقم الاولاني ايه؟ والتاني بي والتالت سي اللي هو السالب. هتقول سالب بي موجب وسالب جذر التربيعي بي تربيع سالب 4 بي سي على 2 ايه؟ وتطلع قيمه الكيو. خد القيمه الموجبه والسالب ارفض يبقى طلعت قيمه الكيو. دي مساله زي اللي احنا لسه حللنا. بدا يطور الامور شويه يبقى طور الامور شويه لو انت فاهم يعني بقى لو سيرز هتحلها بسهوله. يقول لي بقى في المطلوب اللي بعد كده لو الاتش بي ناقص الاتش بي 15 كويس نفس الايفنت بالظبط بس بيقول لي بقى ويز تو ايدنتيكال بامب. يعني ايه ايدنتيكال؟ متماثل. يعني متماثل؟ يعني البامب الاولى زي الثانيه يعني الفلويد اللي في الاولى هو نفسه. ويز تو ايدنتيكال بامب امبالانس. حلو امبلد. يعني ايه بقى؟ يعني هو كان عنده التانك ايه؟ كويس؟ طلع منه كام؟ الكيو. هو طلع منه الكيو مش بنص الكيو. بعد كده راح موزع الكيو دي لبامب وموزعها لبامب ثانيه. بعد كده الاثنين دول جمعوا على التانك مين؟ دي. عملتها لك كده عشان ما تقولش ان هي ايه؟ مجرد ما جمعوا على التانك مين بشر. يعني انا عندي هنا بامب واحد وعندي بامب 2. انا كنت جاي هنا بكيو. البامب واحد دي يروح لها كام؟ ودي يروح لها كام؟ كيو 2. خليك بس معايا. كيو 1 وكيو 2. طب احنا قلنا دلوقتي هو ايه اللي طالبه من المساله؟ طالب الكيو. طالب الكيو كليه معلش الكيو اللي في البامب الاولى عايز الكيو اللي خارجه من البنك الاولاني وتوصل للبنك الثاني. انت سحبتهم باثنين بامب وجمعتهم في الاخر مش مشكله. انا ولا عاوز كيو 1 ولا عاوز كيو 2. طب احنا ازاي هنشتغل؟ مش احنا اتفقنا لو كنت شغال توازي اخد خط واحد دي واشتغل عليه كيو سيريز يبقى اخد البامب اللي رقم واحد دي. طب لو خدت ده مش هو الاتش ايه زائد اللص اللي في البامب ده او الهيد بتاع البامب ده الهيد بتاع البامب واحد يساوي الاتش بي زائد الاتش لص اللي هي ار واحد في الكيو كام؟ في الكيو واحد تربيع صح؟ طيب كويس. انا بدور على مين؟ انا ما بدورش على كيو واحد بدور على كيو بس انا خدت خط واحد واشتغلت عليه. طب ما انا بقول بقى ان الكيو ايدنتيكال بامب مش معنى كده ان الكيو واحد دي هي عباره عن الكيو الكليه عن دي. يعني انا ممكن اشيل الكيو واحد دي واحط الكيو الكليه على ايه؟ مين؟ الكل ايه؟ تربيع صح؟ طب فين الكيو الكليه اللي عندي؟ اللي انا بدور عليها؟ طب لما تيجي هنا على اتش بامب واحد الهيد بتاع البامب كان بيساوي ايه؟ تمام. الهيد بتاع البامب دي ركز بقى معايا مش الهيد بتاع البامب يعتمد على الكيو اللي ماشي فيها. انا لما جيت للمعادله دي
يتعوض. ليه خدت الكيو الكليه وانت ده في الكيو زي ما استفدتش منك فيها؟ ليه خدت الكيو الكليه وحطيتها في القانون بتاع البمب؟ القانون ده مش قانون ثابت للكيو الكليه، ده قانون عام لضد البمب طبقا للفوليو فيدريت اللي بيمر فيها. لما تيجي تقاعد على البمب رقم واحد تحط كيو زي ما هي كيو دولار ولا تحط كيو واحد؟ يبقى هياخد نفس القانون ده، يبقى هو ده شيله حط مكانه رقم زائد رقم في كيو، بس كيو هي كيو واحد ليه نفسها مين؟ زائد سالب اللي هي 11 في رقم الكيو بتاعها اللي هو كيو واحد اللي هو نفسه كيو كليه عند كيو كليه ده مش رجعت المعادله في الاخر برضه بدل الكيو كليه، بس طبعا حسبت على كيو كليه على خط واحد. بعد ما اطلع اطلع الكيو زي ما كنت اتوقع على الاثنين، انا بعمل كده عشان اطلع الكيو كده طلعت الكيو خلاص طلعت الكيو، يبقى الكيو واحد بتساوي كيو على اثنين ونفسها كيو اثنين. عايز اطلع الباور بتاعت البامب، الجامعه بتاعت الميه اللي هي 1910 في الكيو اللي انت طلعتها في الهيد بتاع البامب. بعد ما تطلع الكيو تتعوض بقانون الهيد بس تعوض بالكيو دي على اثنين، تطلع هتسمع على ايه؟ تطلع الباور بتاع مين؟ البامب تطلع معايا كده. نعم؟ الكيو على اثنين ولا كيو على اثنين؟ اللي هي بتاعت البامب ارفع. معنى ليه؟ كيو على اثنين. كيو على اثنين دي معنى كده معنى كده ليه؟ مش احنا بنتكلم على الريزستنس في الخط ده؟ سواء في مزيد من الخط اللي سواء سواء دي فصل معلش معلش حصل معايا بس انا فصل عوض مثلا اللي هي موجوده ورا. هل سوبر اكزامبل ولا سبات؟ هل مساله ثانيه؟
تعال نرجع كده، لما كنا بنحل مسألة سيريز لوحدها كنت بجيب الكيو مباشرة عن طريق ال اتش اي و اتش بي معلومة واسعة على الريزستنس طالع الكيو. طب لما كنت بحل مسألة برامج باخد الخط الأولاني لوحده والخط الثاني لوحده بطلع كيو واحد وطلع كيو اثنين، وبعد كده أجمع الاثنين في معادلة واحدة أقول كيو توتال بربطها من الأول من الآخر، يعني بجمع كيو واحد زائد كيو اثنين، فكان بيطلع معايا اتش اي ناقص اتش بي أو اتش بي ناقص اتش اي، بيطلع معايا الاثنين دول مقسوم على واحد على جذر واحد على جذر، وبالتالي بطلع بيبقى الكيو الكليه معلومه، بتلاقي في الاخر قانون الكيو الكليه مربوط بفرق الاتش اي ناقص اتش بي على المقاومات زي ما احنا عملنا بس اللي هي بقى بتروح على، واطلع من هنا قيمه الاتش بي ناقص اتش اي ناقص اتش بي واخدها اعوض في الكيو واحد واطلع الكيو اثنين. لما كان عندي البرانش كنت بعمل ايه؟ باخد فرق الاولاني من الاي للدي، بعد كده من الدي للفرع اللي بعده، من الدي للاي، من الدي للاف على حسب عدد الفروع، واطلع عدد معادلات، هتلاقي المعادلات دي داله في الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والكيو 4 ومين؟ والاتش اي والاتش بي والاتش سي والدي على حسب الشكل اللي عندي، كان الاتش اللي هي بتاعت الحاجات الاساسيه عندي اللي هو الصفار 1 والصفار 2 والصفار 3 معلوم، لكن كانت الاتش بتاعت الجنكشن مالها؟ مجهوله، وبالتالي كان عندي مجهول كيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والاتش جنكشن. كنت تعمل ايه بقى؟ كنت افرض الاتش جنكشن برقم واطلع كلها على كيو 1 2 3 بالقوانين اللي اربطها بالمقاومات واشوف الفرق، لو طلع بصفر يبقى الحل بتاعها صح، واستنى لما الاشاره ايه؟ تيل. طيب لو نفس المساله البرانش تاني ورحت مدخلك معاها ايه؟ بامب، وانت بتيجي تعمل اتزان، ما انت عندك الريزرفوار الاولاني تعالى نرسمها مع بعض، طالما انت فهمت فكره البرانش هتبقى ديت سهله، كل اللي هتضيفه الخطوه دي دي اخر فكره اهو. بص يا شخص ادي الصفار الاولاني عندي ايه؟ راح طالع منه البامب، طلع من البامب دي على خط، الخط ده مثلا وليكن دي، بعد ما طلع من هنا بالبامب راح مفرع واحد اثنين ثلاثه. طب مثلا هنا مساله بي سي دي جي ده جنكشن. بص يا شمسين لو كانت المساله من غير بامب دي المسألة لسه حالا شوية، أنا ماشي هنا عندي كام؟ كيو 1 طلع هنا، كيو 2، كيو 3، كيو 4، كل خط مديله الخصائص بتاعته، عندي ار 1، ار 2، ار 3، ار 4. لو من غير بامب كنت بقول إيه بقى؟ اتش اي ناقص اتش جي، جي يساوي الار ار 1 وكيو 1 إيه؟ تربيع كده كده بنقول، لكن طالما دخل عندي بامب في الخط الاولاني ده يبقى انا بتعامل مع اللاين رقم واحد اقول اتش اي زائد الهيد بتاع البامب بيساوي الهيد اللي عندي جي زائد اللوس اللي عندي، واخد بعد كده من كام لكام؟ طب السؤال بقى من الجي للبي يظهر معايا اتش بامب الهيد بتاع البامب عندي بامب في اللاين ده يبقى اللاين بتاعته اتش جي ناقص اتش بي بيساوي الار 2 في الكيو 2 تربيع اتش جي ناقص اتش سي بيساوي الار 3 في الكيو 3 تربيع اتش جي ناقص اتش دي بيساوي الار 3 في الكيو 3 تربيع. ممكن اجيب بقى الكيو 2 بيساوي الجذر ده على الار 2 والكيو 3 بيساوي جذر اتش ناقص اتش على الكيو 3 وهكذا، اصبح عندي المعادله فيها مجهول ايه؟ هو طالب الديستريبيوشن بتاع الفلوريد، طالب عندي الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والكيو 4، وانا معايا مين اصلا معلوم؟ مديني نيجاتيف اتش اي ومديني اتش بي معلوم اتش سي واتش دي، يبقى الاتشات كلها معلومه ما عدا اتش اي جي. الارات عندي ليها احتمالين، يا اما يكون مديني البار بتاع كل برانش معلومه هعوض عنها مباشره، او يديني الاف والال والدي والفريكشن والاف والال دي والدي هطلع منها الار، يبقى الار يا اما تتحسب يا اما يسهل عليا الامور ويديها مباشره. وبالتالي عشان تحسب الكيوهات دي كيو 1 داخل معايا اتش اي جي وكيو 2 داخل معايا اتش جي وكيو 3، وبالتالي مشكله دلوقتي اصبحت في اتش جي. طيب خد بالك لسه كمان عندي مين؟ لما كانت المساله من غير بامب كانت مشكلتي في الاتش جي كنت بعمل ايه؟ كنت بفرض الكيو لو مش مديني البرفورمانس، لما مديني البرفورمانس بفرض الكيو اللي عندي لما ما كانش معايا اتش بامب ومعايا اتش جي كنت افرض الاتش جي واطلع كيو 1 و2 و3 و4 لحد ما اتحقق الشرط. ايه الشرط اللي المفروض احققه هنا؟ ان الكيو 1 ناقص كيو 3 ناقص كيو 4 بيساوي صفر، فانت هتفرض لحد ما توصل للكونديشن ده. بس ظهرت معاك ايه؟ الهيد بتاع البامب. قلنا اول ما بيوصل معايا البامب يبقى ليها كام احتمال للحل؟
يا اما حل مباشر يا اما حل الايتريشن. ايه هو الحل المباشر؟ الحل المباشر ان اديلك الهيد بامب كانالا في مين؟ في الجيون كليه. وتبقى الجيون كليه معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. اللي هي ممكن تبقى الجيون كليه نفسها في كام؟ فلما يديني الهيد داله في الجي واحد يبقى احط الهيد هنا داله في الجي واحد، اصبحت المعادله الاولى كلها داله في مين؟ في الجي واحد اللي طالعه الكليه. يبقى انا عندي الاتش دي تاثير اصبح مين التاثير اللي موجود عندي؟ يبقى ابدا افرض الاتش دي واوصل. يبقى لو انا الاتش دي مجهوله والاتش دي مجهوله مش هتعرف دور الواحد في حاله تاني، لازم يخرجني من حته مين؟ طيب لو هنفترض بقى ان هو ما ادانيش الاتش جي كداله في الكيو، يبقى اصبح قدامي كام مشكله وانا بحل البرانش؟ ان الاتش دي مالها؟ مش معلومه. الاتش جي مش معلومه، الاتش بي هتضطر بقى تعمل ايه بقى؟ هتبدا تفرض كيو واحد. حلو؟ كيو واحد وبناء عليه تبدا تفرض كيو واحد، تفرض كمان تفرض كده تطلع تفرض كيو واحد، تفرض كيو واحد وتيجي في المعادله دي تطلع لانها داله في مين؟ ما عنديش جي ما ظهرش يعني، داله في مين؟ داله في اتش بي واتش بي واتش بي عندي، اطلع من هنا الاتش بي، اخد الكيو واحد اللي انا طلعتها مش هي اللي ماشيه في البمب، يبقى هي الكيو بتاعت البمب، اروح البرفورمانس كيرف اللي بتقول في المساله، وعلى حسب رقم الكيرف اطلع من الاتش اجيب مين؟ الكيو اطلع الاتش، لو الاتش بي ساوي الاتش بي اللي محسوبه يبقى عندي الكيو دي مالها؟ مظبوط. اصبحت الكيو واحد عندي مظبوط، يبقى انا جبت كيو الكيو واحد. تنزل بقى للثلاث معادلات التانيين، انت عاوز الاتش جنكشن يطلع لك كيو 2 وكيو 3 وكيو كام؟ 4. يبقى انا لما ظبطت الكيو واحد مع الاتش بي وصلت الكيو الاتش بي معلومه ولا لا؟ يبقى اول حاله هيديني الاتش بي ده فين؟ الفكره دي مش موجوده في الاسئله دي. دي فكره غير في الشيء، اشرحها لكم ولا اخبطكم؟ طيب بصوا عشان ما تتلخبطش هحل معاك السهله وهديك الصعبه بعدها، لما تحل السهله هتبقى الصعبه فكره زياده عن السهله. تعال نحل مساله الشيء 10 15. بص يا باشمهندس معلش انا طولت برضه بس الموضوع فيه احنا عايزين ما نسيبش اي فكره. الموضوع ايه عشان انا بجيب لي من الناحيه دي من الناحيه دي حط لي بامب هنا. لا ممكن في حاجه ثانيه برضه بس انا مش عايز ما بحبش اصعب الموضوع بصراحه. يعني انا ممكن اجي هنا احط كمان بامب. اللي انا عايز اقول لك انا ما تخصص. انا لو جيت حطيت هنا بامب وجيت حطيت هنا بامب. يعني حبينا نطلع على مستوى اعلى شويه. ركز معايا، بص يا باشمهندس. انا هحل لك المساله دلوقتي اللي موجوده في الشيت اللي هي اطول مساله قابلتها في الشيت. وبعد كده انا هدي لك تركيبه واقول لك تتعامل معاها ازاي، انت نفسك هتعرف تحلها، مش احنا بنقول لما بنحط البامب بتعامل معاها ازاي؟ اللي عملته في البامب هنا بحط البامب ده، وانت بتاخد الخط اللي جي دي دخل معاه الاتش بامب بتاعه. لو في هنا بامب دخل معاه الاتش بامب بتاعه، كل واحده هتلاقي فيها اتش بامب كداله في الفوليوم في الريت بتاع الخط بتاعها. خلاص؟ هتلاقي داله في كيو واحد، يعني هتشوف اللي عندك معادله هي داله في الاتش جي والاتش دي والكيو 3. هو حاط لك اتش بامب بتاعتها داله في كيو 3. هل هتفرق معاك؟ هو دخل ترمات كيو 3 زياده بس، لكن ما دخلش ترمات زياده. يبقى هي نفس الانتجريشن هتتعمل. هحل معاك مساله وهديك مساله فيها اكثر من مره. فاين ذا فلو ديستريبيوشن، او اللي هو الفلو ديستريبيوشن، ولو عايز كيو 1 دي كيو 3. يوزنج انت برانشنج سيستم، السيستم اللي عندي ده. طيب قال لي ان الفريكشن في كل البايب ب 2%، فانا عندي الفريكشن هنا معلوم، هنا معلوم، هنا معلوم. The bump curve is represented by the relation HB بيساوي 120 سالب نص في كيو تربيع، بيديني ال HB كدالة في مين؟ في الكيو، رقم دالة في الكيو. طب هل الكيو اللي عندي تبقى كيو واحد ولا كيو اثنين ولا كيو ثلاثة؟ كيو اللي ماشي في البامب، البامب معطى على الخط رقم كام؟ يبقى كيو هي كيو واحد، يبقى انا عندي ال HB دالة في الكيو واحد. طيب ايه المعلومة التانية؟ قال لك ال اتش ايه وال اتش بي وال اتش سي وال اتش دي معلومه، عندي ال ايه وال بي وال سي وال دي معلوم، كانت شاد. بس مش طالب منك حاجه غير كده. ايه اللي حلو؟ هو طالب الايه؟ طالب الايه؟ يبقى انا مشكلتي كلها في مين؟ همسكها فرع فرع، اخد من ال اتش دي بس هيظهر معايا تاثير. وال اتش بام اصلا مداني داله في مين؟ يبقى هشيل ده واحط داله في الديور، هي نفسها في كام؟ اصبحت المعادله الاولى داله في الاتش جي. وداله في الاتش ايه وداله في الايه؟ في الكيو واحد. انزل اللي بعدها من الجي للبي خلاص، وانا عندي كل عندي الاف وعندي ال ودي جبت الار، يبقى اصبح داله في الجي والبي والكيو اتنين وهكذا نفس الكلام الجي والسي والكيو ثلاثه. معايا اتش ايه اتش بي اتش سي اتش دي معلومين.
وعندي بدور على كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4 والاتش بامب ملهاش تاثير دلوقتي لانها تحولت كدلك دي كيو 1 هترجع كانها مساله برشد عليها خالص لان البامب حولتها الاتش او الكيو معلومه اصبحت بس الكيو مع الكيو 1 هي لابله برضه نفس الكيو هتبدا تفرد الاتش جي وتعوض تطلع يلا كيو 1 و2 و3 و4 تطرحهم من بعض لو صفر صفر اول ما تقلب الاشاره يبقى ده الحل المظبوط تعمل انتربوليشن اللي انا بقول لك عليه الفكره بس مش مشكله بس مش مجرد كده لكن